القديس ماركوس إصحاح التاسع. الحب يبقى يرجع الإنجيل للبيت ويقرأ الإنجيل، إنجيل مرقس إصحاح تسعة. في كلمة جميلة قالها لهم السيد المسيح للتلاميذ: لأنكم للمسيح، لأنكم للمسيح. لو نتابع القراءات كده يعني إيه لأنكم للمسيح؟ الثبات في المسيح، نثبت في المسيح. وإنجيل باكر كلم على الوزنات، العبد والعبيد والخد وزنات وتاجروا وربحوا، تاجر وربح. اللي يثبت في المسيح يتاجر ويربح. بس هل في العمل وانه يتاجر فيش مخاطرة؟ مفيش ضيقات؟ مفيش مشاكل؟ مفيش عمل بدون مشاكل ابدا. كل العمل فيه فيه بيظهر ضيقات ومشاكل وتعب، بس بايه؟ بيكسب في الاخر اللي في الاخر اللي بيتعب. يشوع بن الصراخ بيقول ايه في الصحاح الثاني عدد واحد: يا بني اذ اعددت نفسك لخدمه الرب فاثبت على البر والتقوى وهيئ نفسك للتجارب. هنا بس احنا ساعات بنقول الاولانيه والاخيره وننسى اللي في النص. فاثبت على البر والتقوى، ما تتزعزعش، اثبت في السيد المسيح. فالثبات في السيد المسيح ليكن فينا ايمان بلا شك في الله، يكون فينا ايمان كده. تذكر السيد المسيح لما قال له لبطرس لما مشي على الميه وبعدين شك، قال له: لماذا شككت يا قليل الايمان؟ وانت كمل في الطريق بتاعك، اثبت في المسيح. طب احنا نثبت في السيد المسيح ازاي؟ اول حاجه الانشغال بالهدف الواحد. احنا اللي بتعبنا واللي بعيد عن ربنا ايه؟ بننسى ربنا، بننسى الهدف بتاعنا، ونسمع القصة الكلام اللي دايما بنقوله لبعضينا ونصبر بعضينا بيه. دوامة الحياة، دوامة الحياة. اللي بيعوم لما يلاقي دوامة في المية يبعد عنها، تسحبه كده تغرقه، حتى لو كان أحسن واحد بيعرف يعوم. وإحنا بنقولها بنفسنا دوامة الحياة. بيشغلنا الشيطان، بيعمل كل حاجة عشان يشغلنا. فإحنا لازم إيه؟ نثبت في السيد المسيح، نثبت فيه. فتعالوا العقل ده نجرده كده من الافكار الارضيه الماديه. مش كل حاجه هي ايه بتاعت الاكل والشرب بتاعت الجسد الفاني هي اللي هتثبت بعد كده. فاحنا دايما الشيطان بيشغلنا بالحاجات كده، ناكل ايه ونلبس ايه ونشرب ايه وتعلم الارض. لكن تعالوا نثبت في السيد المسيح. ده بتقول الامهات والاباء اللي في ثانوي اولادهم في ثانويه عامه ليهم ما بيعملوش حاجه خالص. طب تعالوا نطلع رحله. ابدا، تعالوا في مشوار. ابدا، ليه؟ ابننا وبنتي في بتذاكر ثانويه عامه. ده حتى الاولاد بتعترفوا لك ثانويه عامه، بتصلوا ثانويه عامه، تحس ان اي هدف واحد عايز يحققه خلاص، مش كده؟ طب احنا عندنا ايه هدف نحققه مع ربنا؟ تعالوا نهتم بقى، نقعد مع ربنا نهتم بالهدف الواحد. يعني مريم اخت لعازر ومرثا مدحها السيد المسيح عشان قاعده بتسمع بس، حط هدف واحد عندها. فياريت نحط هدف واحد عندنا، نهتم بالوصايا، وصايا السيد المسيح، ونخلي عقلنا ده مهتمش بالايه؟ بالحاجات الارضيه والمجد العالمي. تعالوا يبقى نخلي في وقت لربنا ثابت كل يوم. والانسان الصالح اللي يختار الوقت المناسب، مش اي وقت ولا فضلة الوقت. الوقت احسن وقت عندي اديه لربنا، اكون في مركز معاه. الذين ثبتوا معي في تجربي، انجيل لوقا النهارده باك في انجيل لوقا، قال الذين انتم الذين ثبتوا معي في تجربي. نثبت في ربنا. فادي واحد، بلاش ننشغل ونبعد عن الهدف بتاعنا، لازم نرجع. عشان كده يقول لك التوبه والاعتراف احسن واحد واحسن واحده اللي يفوق كده من الدوامه بتاعته ويقف كده يحاسب نفسه ويراجع نفسه ويروح لأب اعترافه، يقف وقف كله، هبتدي من جديد، هبتدي من جديد. ده اللي عايز يفوق كده يرجع للهدف بتاعه. يبقى نحدد الهدف بتاعنا عشان يبقى نكون مع السيد المسيح ونثبت فيه. تاني حاجة الالتصاق بالله وحده، نلتصق بربنا. احنا مستأثرين فكر طاعة المسيح. احنا سمعنا سنكسار النهاردة وعد نياحة القديس العظيم الأنبا بولا. ده عمل ايه؟ ساب الدنيا وراح التصق بالسيد المسيح.
فتعالوا يبقى عندنا اشتياق كده، عندي حرارة قلب كده أطلب من ربنا باشتياق، يا رب عايز أكون معاك، عايز ألتصق بيك، أمشي في ظلك كده، يبقى عندي كده التصاق بربنا. يعني إيه التصاق؟ يعني ماشي معاه زي ما التلاميذ سابوا كل حاجة ومشوا مع السيد المسيح. حب يخصص نفسه لربنا، يخصص نفسه لربنا، سابوا كل حاجة وراحوا مع السيد المسيح. يعني ممكن لما أهرب من الهموم ألتصق بربنا. الشيطان يديني الهم وإحنا نشوف المشاكل بكرة هنعمل إيه، وناس كده بتحب تشيل الهم كده. طب ما سمعتوش بطرس الرسول النهاردة قال إيه في الكاثوليكون؟ قال لنا إيه بطرس الرسول النهاردة؟ ملقينا كل همكم عليه لأنه يعتني بكم. دي ناس عايزة تلتصق بربنا، ما أنا بفكرش في أي حاجة خالص، أنا هل كل هم عندي أرميه على ربنا. يعني برضو عشان التصق بربنا أهرب من المجد والعظمة والكرامات الأرضية، هذا اللي عمله الأنبابولة، ساب المال وساب المشاكل وراح التصق بربنا. تخلى نفسه تتخلى كده عن أرضيات ماديات، اترك نفسك كده وقت خلوة مع ربنا. مش لازم يعني زي القديسين دول روح كل وقتي وحالتي ربنا، لكن يبقى كل فترة كده في خلوة مع ربنا، جلسة كده مع ربنا، أقعد أتكلم معاه وأتناقش معاه عشان أثبت فيه، عايزين نثبت فيه. ده الأنبابولة كان بيعمل إيه؟ تتخيلوا كده قاعد في الصحراء بيعمل إيه كل يوم؟ والأنباب شوي بيصلوا. طب أنا ممكن أصلي زيهم؟ أصلي، صلي الصلاة السهمية اللي هي يا رب يسوع المسيح أرحمنا الخاطئ، يا رب يسوع المسيح أعني، يا رب يسوع المسيح ساعدني. بس استغلها في أوقات كتيرة، وقت وانت في انتظار، وقت انت قاعد مفيش حاجة بتعملها، بين أو بين الصلوات حتى. ممكن نصلي كريالايسون، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم، ممكن نصليها. ده اللي عايز يلتصق بربنا ويعيش مع ربنا. فالضيقات في نسبه ربنا. وطبعا احنا عارفين المقولة بتاعت الأنبابولة شبه الوحيدة، يعني من يهرب من الضيقة يهرب من الله. الله يعني الضيقة اللي هي ربنا. أيوة، هو كل القديسين وكل الشهداء شافوا ربنا فين؟ في الضيقة. فاللي مش عايز الضيقة مش عايز ربنا، مش عايز يشوفه، مش عايز يثبت فيه. هنعرف منين ان انت تشوف ربنا وتثبت فيه؟ بالضيقة. بس الضيقة بتيجي بقى الشيطان عايز يغير الضيقة، بدل ما تبقى زي التجربة كده، أو أي واحد تعرف كويس منين في الامتحان، فممكن واحد يذاكر ويتعب وينجح في حد يجي له يأس، فالشيطان عايز يدخلني في اليأس عشان يرجعني لحياة الخطية الأولى. فنخلي بالنا، تعالوا نلتصق بربنا ونكون معاه. تعالوا نصلي زي داود النبي في المزمور، لا تتركني يا ربي وإلهي، لا تبعد عني. كلموا ربنا، اللي بيلتصق بربنا يقعد يتكلم معاه، يقعد يتكلم معاه كده. فتعالوا كون ثابتين ونستمر، نستمر في صلواتنا مهما يحصل، مهما يحصل معايا، حتى لو وقعت او ما صلي اكون مستمر في قداساتي، اكون مستمر في الصوم بتاعي، اكون مستمر في القراءات بتاعتي. مش بقول انا غلطت وخلاص وهرجع، لا، استمر، اثبت على البر والتقوى. روح لاب اعترافك ومرشدك الروحي وتناقش معه وقول له انا وقعت، زي ما نسمع القديسين اللي بيرجعوا ويعترفوا ويتوبوا. ونختم بقى عشان نثبت في ربنا، يقول لنا النهارده القراءات، لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لا تنسوا فعل الخير والتوزيع. في المعموديه مين بيبقى الاشبين بتاع الطفل؟ الاشبين يعني ايه؟ المسؤول عنه، المربي بتاعه اللي هيعلمه. زي مثلا انا بودي ابني وبنتي مدرسه او اوديها كليه عشان تعلمه، مين بقى اللي هيعلم ابني وبنتي؟ مسؤول عنهم. الثبات في ربنا، هنا بقى المسؤوليه بتاعت الاشبين، احنا غالبا بتكون الام. كل القديسين ونسمع عنهم اتعلموا في بيت بابا وماما القداسه والطهاره والصلاح والامانه والصدق في البيت. فالاشبين عليه مسؤوليه، وهو بيطلع شبهه، التلميذ بيطلع زي المعلم بتاعه او زي المعلمه بتاعته.
فبنهمل في الإشبين، بناخدها فكرة كده بسيطة، لكن الإشبين ده مسؤولية أمام الله. الإشبين عليه مسؤولية. ده قصص جميلة بنسمعها، يعني قصة جميلة كده، أحد الآباء بيحكي أنه قابل واحد غني وبيعمل خير كتير، فاستغرب وحب يعرف ليه العطاء بتاعه كتير ده، فقعد معاه في مرة وبعد كده يقول له إيه قصتك، إيه حكايتك؟ قال أحكي له أنا مش من أسرة غنية ولا حاجة، ده أسرة عادية خالص وبسيطة، بس إيه اللي حصل؟ أمي جابت لي جنيه مرة وقسمته اتنين ووراله نص الجنيه اللي معاه ده، قال له أهو ده اللي ادته لي ماما في الوصية بتاعتها ليا. كل ما يجي لك بركة تاخد النص وتوزع النص، تاخد النص وتوزع النص. فأنا خدت الوصية دي من أمي وبقيت أعملها، فقال لي ربنا بيديني بزيادة، ربنا بيديني زيادة فعلا، وربنا اداله مرة واتنين وكتير. احنا ساعات بنقول بنطلع العشور، لكن ده بيطلع اكتر من العشور، سمع الوصية بتاعت مين؟ الإشبين بتاعه، بتاع أمه. فمهمة جدا نثبت في المسيح. هو لما ثبت في وصية أمه ربنا اداله كتير كتير اكتر من كان يتمناه، ففضل برضه يدي يدي كتير. فاحنا عايزين نثبت في السيد المسيح. لا تنسوا فعل الخير، لا تنسوا فعل الخير. الآية الجميلة بتاعت النهاردة، عشان لأنكم للمسيح، لأنكم أنتم ثبتوا، ثبتتم معي في التجارب، فنثبت في الضيقات. ما نكلش، نسمع عن الشهداء والقديسين ما ينكروش السيد المسيح. واحنا نفسه نثبت ازاي؟ نكون بس الوقت النهاردة في صوم، مش بقى ايه معلش النهاردة نفوت، يعني نفوت النهاردة، أنا مش هثبت في المسيح. في صلاة أخليها بكرة، أنا مش هثبت في المسيح كده. عندي قداس خليه بعدين الأسبوع اللي جاي، ما احنا عندنا مشوار ولا عندنا رحلة ولا عندنا زيارة، ده مش هيثبت في المسيح. هو الشيطان بيعمل معنا إيه؟ لازم نكون كده أذكياء ويكون عندنا حكمة. يبتدي يسحب منك القراءة بتاعتك، يعني واحدة في واحدة لغاية يسحبها خالص، وبعد كده الصوم بتاعك يبتدي يشيله حتة حتة لغاية ما يشيله خالص، صلواتك يبتدي واحدة في واحدة ويحرك بيه لغاية ما يشيلها خالص، اعترافك وأب اعترافك ويشككك فيه ويقولك ده مش فاضي ويعطلك ويشيلها خالص، تبقى أنت لوحدك في الآخر، فالشيطان يهزمك بسهولة. لكن اللي بيثبت في السيد المسيح مواظب على صلواته، مواظب على قراءاته، مواظب على التناول والثبات في السيد المسيح، ويكون مستعد قبلها بالطوبة والاعتراف، ده بيثبت في المسيح، لأنكم للمسيح. ربنا يعطينا الثبات فيه زي كده التلاميذ والقديسين والقديس العظيم الأنبوة اللي هو نعيده النهاردة، ويبارك حياتنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين. أغنية خن قوم اسميني اسقوا وبنت باي اغقوا بقواي بقواي قطا بفراني من راتي انت باخر